مبروك. الله يبارك فيك. لفت نظري الحقيقه ان في كلمه كابتن محمود الخطيب قبل ما نطلع للفصل انه النادي الاهلي هو اللي بيصنع اللاعب مش العكس. احنا النهارده معانا واحد من ال11 الابطال، ابطال النادي الاهلي وقاره افريقيا، اللي الحقيقه كان يعني هو دينامو وسط الاهلي يا جماعه، له صولات وجولات، يعني وسط الملعب اللي بنرحب بيه كابتن حمدي فتحي. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. طبعا مبروك لنا كلنا، وبشكرك على المقدمه الجميله دي، ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. مبروك لك. الله يخليك. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، ومبروك لنا كلنا الحمد لله. مبروك علينا كلنا. وزي يمكن سما بتقول يعني هي كانت بطوله صعبه جدا بالظبط، ودايما حلاوه الفوز من البطولات الصعبه. وطبعا احنا طبعا بنرحب بيك المره الثانيه او الثالثه في بيتك، في البيت نرحب بيك في البيت الكبير. وعايز طبعا الناس عايزه كمان حمدي عايزه تعرف احاسيس اللعيبه اثناء المباراه كانت ازاي. وخلينا نتكلم قبل المباراه اتكلمنا عليها، لكن عايز اخدك للجزئيه ديت. الاستعداد كانت ازاي على المستوى النفسي؟ كنت بتفكروا في المباراه ازاي قبل واثناء المباراه بشكل مباشر؟ وبعدين طبعا بعد المباراه كلنا عارفين يعني وشفنا قد ايه كانت فرحه، لكن نعرف منك ازاي اشتغلتوا وازاي كان الاستعداد للمباراه كبيره زي ديت. والله يا كابتن احنا كنا بنفكر في الماتش من فتره كبيره، يعني حتى احنا رجعنا من المنتخب، رجعنا من المنتخب استعدينا، دخلنا على معسكر تقريبا على طول على طول في توجو برده كابتن. فربنا يخليك. دخلنا معسكر، فاحنا عموما كنا كل شويه بنقعد مع بعض في المعسكر، وقفلنا على نفسنا بصراحه ان احنا لا يعني احنا ما قدمناش حاجه غير ان احنا ناخد البطوله. يعني احنا كنا بنقعد مع بعض كده كلنا بنسرح ونبص لبعض. حتى وانتوا راجعين في الطياره في المنتخب طبعا كنتوا بتكلموا بعض، انتوا راجعين على بطوله كبيره يعني. حتى كلامكم مع بعض كان حتى قبل الانضمام للمعسكر كنتوا اكيد بتتكلموا مع بعض على المهمه، وانا في اعتقادي ما كانتش مهمه سهله. يعني طبعا كل الاحترام لنادي الزمالك، قدم مباراة كبيرة، بنقدم له طبعا التحية لأن نادي الزمالك فعلا يعني يستحق التحية على المباراة الكبيرة اللي عملها. لكن طبعا زي ما بنقول إن النهايات يعني بتحسم ولا تلعب بمعنى أصح يعني. الحمد لله في الآخر البطولة في النادي الأهلي يعني بالزبط. احنا مستعدين بقالنا فترة وكنا مركزين على البطولة دي بالذات، إن يعني احنا ما كانش قدامنا هدف لا لازم ناخد الكأس يعني، فعشان نفرح جمهور النادي الأهلي. كانت غايبة بقى يعني غابه بالها كتير عن جمهور النادي الاهلي، وكان يعني انت كابتن هاني كل ما تمشي في الشارع لا يعني انت ما حدش بيكلمك الا بطوله افريقيا يعني. صحيح. حتى صحيح. الناس كنا بنستغرب ان احنا في المنتخب لا مش عايزيننا نلعب ماتشات المنتخب، الجمهور ان هو خايفين على البطوله ازاي، وخايف حد يتصاب حد يتعور. لا يعني احنا الحمد لله يعني احنا بص يا كابتن يعني احنا ما كناش في الماتش امبارح الاحسن، بس الحمد لله يعني الفرق الكبيره بتعرف تكسب وهي برضو ايه مش الاحسن يعني. طب انا ده حوار مفتوح ومن القلب، واحنا هنا بنحتفل وكل حاجه طبعا، وده حقنا وحق جماهير النادي الاهلي طبعا الكبيره، بس عايز اسالك بصراحه بامانه، هل في لحظه من اللحظات او توقيت في المباراه خلال الماتش حسيت ان البطوله ممكن يعني الحمد لله طبعا ممكن ما تبقاش اهلاويه؟ اكيد يعني انا بصي انا امتى انت تقول امتى وانا اقول لك امتى، قول لي حسين الشحات وانا هقول لك امتى. ايه فرصه حسين الشحات اللي جت في العرض؟ فرصه حسين الشحات اللي ضيعها. بص انا انا عن نفسي انا ما كنتش عارف افكر خالص، وحاسس ان قلبي هيقف زي ما مش عارف اعمل ايه بقى والله بجد. فانا قلت بقى ربنا يستر، فاحنا نقف كويس ان احنا انا برضو يعني بعدها كنا احنا ماسكين الماتش في الاخر شويه في الاخر، فحسيت يعني في الاخر يعني انا بقول لك وانا بتكلم معاك انا كنت لعيب في الملعب، ولما في فرصه كبيره قوي كده بتضيع انا متاكد ان احساس اللعيبه بيجي لها يعني دي كمان من لعيب للعيب. في لعيب وتفتكري معانا مثلا لحظه محمد صلاح وجون الكونغو لما تعدت في الدقيقه 90، رد فعل صلاح كان محبط جدا لما نزل وقام وفي ثانيه. عارفه ليه بقى؟ لان بيوصل لاحساس اللعيب ان كل حاجه ضاعت او احنا خلاص المباراه مش بتاعتنا. لكن اللي بيفرق اللعيب عن لعيب، ويمكن ده كمان في النادي الاهلي حصل بشكل جيد، ان التوقيت هياخد منك قد ايه، ان الصدمه دي هتاخد منك قد ايه بالظبط. فده الجزء يعني كلنا كجماهير طبعا بعد طبعا وحسين الشحات بتحصل يعني خلينا نتكلم بكل امانه بتحصل، لكن في توقيت صعب قوي احنا بالظبط يعني احنا ما كانش موافق بصراحه حسين في الكره دي عموما. فالحمد لله في الاخر يعني
في جون قفشه طبعا في الاخر، وجي في وقت وقت صعب وقت صعب جدا، وجي برده بعد تعب. لا يعني البطوله لا يعني لها طعم تاني يعني الحمد لله يعني في الاول وفي الاخر. قبل المباراه بقى وانت يعني يمكن انتوا قعدتوا في معسكر مغلق تقريبا 5 ايام بعد ماتش ابو قير ماتش الكاس، كلمني عن استعداداتك، انت كنت بتعمل ايه في الاوضه؟ يعني لما كانت مثلا خلاص محاضره كوتش موسيماني تخلص، المحاضره تخلص، انت بقى بتعمل ايه مع نفسك؟ بتقعد مع مين قريب منك في الغرفه تتكلم معاه، تتخيل المباراه شكلها داير ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ احنا عموما كنا احنا يعني في المعسكر مثلا لو في وقت ما بين الغداء او الفطار او غداء ومع التمرين كلنا بنقعد مع بعض بصراحه، يعني كلنا بنقعد مع بعض كده في الاوتيل بنقعد نتكلم مع بعض، حتى احنا يعني ساعات ما بنتكلمش عن ماتش، ان احنا بنطلع نفسنا بقى من جو الماتش شويه فبنفضل بقى نهزر وبنضحك بس خلي بالك كمان انك تطلع نفسك من الشحن والضغوط، حتى بعض المدربين يقول لك ما حتى ما تتكلموش، يعني احنا بنتكلم في الكوره كتير، اتكلموا في اي حاجه، اتكلموا في حياتك، اتكلموا هزروا. واحنا في المعسكر يا كابتن ما بنقعدش لوحدنا كتير، يعني احنا كلنا بنقعد مع بعض، يعني احنا الحمد لله الجيل ده كله بصراحه كلنا قريبين من بعض. قلت برده في المقدمه 11 لعيب، لا الفرقه كلها بصراحه طبعا الفرقه كلها باللعيبه المصابه، لا يعني احنا كلنا يعني الجيل ده بصراحه ما شاء الله احلى حاجه اللي احنا كلنا قريبين من بعض يعني. بس هو ده اللي وصلنا ان احنا خدنا البطوله. يعني انت كحمدي فتحي ما بتقعدش قبل المباراه بكذا يوم او يوم المباراه تتكلم عن الماتش ولا يعني ما تخشش في تفاصيل؟ لا بنتكلم بس مش طول الوقت بنتكلم عن الماتش، اكيد بنتكلم وبنبقى مركزين، حتى احنا لو قاعدين مثلا مع بعض في وقت مثلا بنتكلم عن ماتش، لا بنركز مثلا في وقت محاضره، لا بنركز الكوتش عايز مننا كذا. بالظبط لازم يعني لازم عموما كابتن هاني عارف يعني لازم يعني انا كمان هتكلم معاك في النقطه دي، لكن معانا برضه تقرير طبعا عن الكابتن الكبير اللي موجود معانا وكان احد اسباب الحصول على البطوله من خلال مشوار طويل. احنا ما بنقيمش لعيب على مباراه حتى، يعني حسين كان مش موفق مثلا في المباراه لكن اللي كان ليه دور كبير جدا، تفتكروا الهدف الرائع بتاع الوداد وتفتكروا اهدافه الجميله، فمش عايزين يبقى الناس بس بتفتكر اخر لحظه. يعني حمدي فتحي من اللعيبه المميزه جدا 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 خلال مشوار البطوله، كمان حسين الشحات ما ننساش يا جماعه الكلام دوت، لان ما تاخدوش الاخر لقطه في البطوله، البطوله مشوار طويل، البطوله قعدت اكتر من سنه، فهنشكر كل الناس اكيد. وطبعا لكن اكيد يعني واحد من العناصر المهمه اللي بيحصل ما بين كابتن حمدي فتحي وما بينها انسجام كبير كابتن عمرو السوليه وديانج اللي غاب عن المباراه، لكن ليه كان يعني يمكن رساله كده خاصك بيها انت، وقال لك اخي العزيز اثق بك. كلمني عن الرساله دي اللي بعتها لك، ايه موضوع الانسجام اللي بينك وبين ديانج تحديدا؟ بص احنا عموما احنا ثلاثه قريبين من بعض جدا، يعني كان انا وعمرو، بس انا وعمرو اكتر يعني عشان مصريين فقاعدين مع بعض على طول قلنا الكلام ده في اي حته قاعدين مع بعض يعني بس انما ديانج بصراحه الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا، يعني انا بتمنى له السلامه طبعا وانه يرجع بسرعه، وبصراحه كنا مفتقدين، وان هو لازم يبقى كان لازم يبقى موجود معانا هو كابتن وليد سليمان طبعا وصالح جمعه. يا رب ان شاء الله. لا هو الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا، يعني انا بتمنى له يرجع بالسلامه وان شاء الله يكون اضافه الماتشات الجايه. كل الانديه هاخد كلامك برضو يا حمدي، وخلينا احنا بنتكلم طبيعي جدا. انت لو كان ديانج موجود انت تعتقد كنت هيبقى ديانج وعمرو السوليه؟ بالظبط مظبوط. اول ما شفت او عرفت ان ديانج خلاص مش هيبقى موجود قلقت؟ يعني انت دايما بيكون في تحضير او في لعيب بيبقى ايه محضر نفسه ان هو انا كده بره الملعب، فهعمل حسابي ان انا اكون التفكيري ان انا اول ما هنزل هعمل كذا كذا كذا، يعني ما بيفكرش في المباراه من الاول، يعني وانت بتتخيل المباراه دايما لو انت حاسس او متاكد انك هتلعب بره انت بتفكر لما هتنزل هتعمل ايه، ومن خلال رؤيتك وانت قاعد في الملعب بتبص انت كمان يا حمدي انت لعيب كبير عارف، وانت قاعد بره وخاصه في المباريات الكبير بتبقى وانت نازل خلاص حافظ الملعب هتحرك ازاي، ايه مناطق القوه والضعف بتتحرك عليها. لما عرفت انك هتبدا بدات مش هقول لك تقلق لكن بدات تعيد تفكيرك تاني في طريقه لعبك في طريقه ادائك، ولا الموضوع كان بالنسبه لك عادي؟ والله كابتن بص انا تفكيري ان انا هلعب، يعني انا حتى لو اقعد احتياطي لا بتمرن كويس طبيعي، لا ملهاش علاقه بالظبط، ان انا مثلا حتى ولا الكوتش ما يوجه كلام لا بيوجه لنا كلام
احنا التلاتة حتى في التمرين بيغير ما بيننا، ان هو لا يعني احنا التلاتة ممكن اتنين يلعبوا او انا مش هلعب بره، لا ببقى قاعد مركز ان انا في اي وقت هنزل يعني. بس لا ده مش ده سؤالي برضه حمدي، انت استقبلت يعني انت كنت متوقع ان ديانج هيبدا صح؟ بالظبط. لما عرفت ان ديانج خلاص وانت هتبدا، بدات تقلق اكتر، بدات تركز اكتر، بدات تعمل حسابك للمباراه اكتر، ولا كان الموضوع بالنسبه لك عادي؟ لا والله كان الاول كان عادي عشان انا كنت مركز من الاول بصراحه، كنت مركز ان انا حتى لو ما لعبتش في اي وقت هنزل يعني. بس وكنت مركز اكتر ان احنا ناخد البطوله، مش أكيد. في دماغي ان انا بص يا كابتن ان اي حد يلعب بصراحه والمنافسه بصراحه كلها لمصلحه النادي اكيد، وكان احنا الثلاثه اي اتنين فينا موجودين او واحد لا يعني احنا اهم حاجه كان في دماغنا بصراحه البطوله يعني. بس فانا عموما لا كنت مركز جدا ان انا حتى لو انا كنت احتياطي كنت هنزل، كان هيبقى ليا دور يعني. اكيد بس اكيد. والتقرير كان بيتلعب، كنت بتقول انا بفهم ايمن من عينيه، بفهمه بسرعه. ليه كده؟ ليه بتقول كده؟ ليه قلت كده؟ لا ايمن بيبان عليه قبل الماتش. بيبان عليه؟ بيبان عليه قبل الماتش بثلاث ايام مثلا. يبان عليه بالظبط. عشان نبين الموضوع برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا، احنا كنا بنتكلم من انا كنت بكلم حمدي في الفاصل، قلت له انا يعني ايمن اشرف كان متفوق جدا وعمل مباراه كبيره، فحمدي قال لي انا كنت عارف كده وانا بعرف ايمن من نظراته يمكن قبل المباراه. حمدي بيقول بقى قبلها بثلاث ايام ازاي يعني؟ بيبان عليه بيبان. لا هو ايمن بيبقى مركز جدا قبل الماتش بثلاث ايام، عموما ما بيتكلمش مع حد خالص، بيدخل لوحده كده. هو طالما بص لما انا ابص له مثلا ويبرق لي كده خلاص ايمن. خلاص ايمن خليه يبرق على طول، ارجوك خليه يبرق لك. معناها انه بقى مركز يعني اندمج. مركز خلاص بقى. بس هو كل واحد وبيمسك السبحه خلاص. والله فتى تقول له ايه بقى؟ يبقى انت بقى ايه لا بصراحه ماتش كبير هو ياسر ابراهيم. هو كلهم بصراحه ماتش كبير، بس يعني انا في اعتقادي كان من افضل الناس الموجوده في الملعب طبعا بجانب ياسر وايمن، قاموا بدور كبير جدا، كل اللعيبه عملت دور، لكن كان واضح. وده هياخدنا لحته ثانيه ان نتكلم على حسين، ويمكن انا قبل الفاصل قلت ان احنا ما ننساش مشوار اللعيب حمدي، ما ناخدش اللقطه الاخيره بالزبط. كلنا كنا يعني زعلانين من حسين قوي، لكن الناس ما تنساش دوت، واعتقد انتوا كمان كلعيبه بتفتكروا الكلام دوت يعني. خلاص لحظه لعيب ضيع فرصه، في لعيبه بتضيع ضربه جزاء، فالموضوع بالنسبه لكم كمان كان عامل ازاي في الملعب؟ اشرح لي برضو الجزئيه دي وازاي لميتوا حسين كمان. جت فتره كان كله زعلان من قفشه مثلا، ما شاء الله الثلاث ماتشات الاخرى قفشه لا يعني بصراحه نجم الفرقه في الثلاث ماتشات يعني. ده حقيقي بصراحه يعني. بالظبط نفس الموقف لحسين، وخلي بالك حسين برضه عشان الناس برضه ما تنساش، حسين لسه راجع من اصابه صعبه يعني. حسين تقريبا ما عملش فتره اعداد، ما عملش فتره اعداد لما رجعنا بعد كورونا، فيعني كتر خيره يعني، كتر خيره ان هو واقف على رجله، ان هو بيلعب الماتشات 90 دقيقه ومش معنى انه ضيع فرصه او حاجه لا يعني. حسين على مدار الموسم ما شاء الله يعني ماشي بشكل كويس جدا يعني. بس يعني مع نهايه الشوط الاول كان في تراجع للاداء شويه، كان في ابتدى يعني يمكن يعني نوع كده من التفكير في الملعب يعني. شفنا ده كويس، بس ايه اللي بين الشوطين كان موسيماني قال لكم ايه يعني؟ كان ايه تعليمات موسيماني اول حاجه اتقالت لكم بين الشوطين؟ بص يا مستر، موسيماني ادانا تعليمات خفيفه يعني، ادانا حاجات خفيفه. انتوا خدتوا دش سخن انا عارف. ما اتحكى لنا عشان خدتوا دش امبارح الشناوي قال لي اداكوا دش صح، وكان فعلا عنده حق. لا عنده حق بصراحه، عنده حق، وكلنا بنحترم الشناوي جدا يعني وبنسمع كلامه يعني، بس هو بيخاف منه. بتعملوا له حساب؟ بتعملوا له حساب طبعا، بتحترموه وبيخاف. صريح قوي. لا هو كان وقت طبعا احنا قبل ما نكمل حوارنا معانا طبعا تليفون صديقه الفنان محمد عبد الرحمن حبيبي، صديق حمدي فتحي. مساء الخير يا فنان. مساء النور، عاملين ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله تمام. الف مبروك طبعا نادي الاهلي، ومبروك علينا كلنا، والف مبروك ليكم، ومبروك يا حمدي، ومبروك كابتن هاني، ومبروك تهام، ومبروك كل تيم النادي الاهلي. مبروك يا محمد. اتفرجت على الماتش فين؟ اتفرجت على الماتش في المكتب. لوحدك ولا كان معاك حد؟ لا كان معايا ناس صحابي. كنت مجمعهم؟ بس انا عارفه ان انت بتشوف الماتش ده مع يعني اصدقائك الزملكاويه برضه. ما هو للاسف اسس مرضيش تيجي يتفرج معايا بقى.
قول لي قبل الماتش كنت بتتكلم في ايه؟ كنت ايه بقى شعور؟ اكيد القلق طبعا والتفكير كنت بتتكلم في ايه مع اصحابك؟ ايه اللي كان بيحصل؟ احكي لنا. والله العظيم قبل الماتش انا كان عندي حاله استهلال. اه والله كلنا ما بتكلمش والله العظيم وماشي سرحان. تقول لي في ايه؟ اقول لها خير خير ان شاء الله وحاله عجيبه كده عمرها ما جات يعني، بس الحمد لله الحمد لله. وعمال اسمع اهلاوي انا والفخر ليا طول ما انا ماشي اهو. طب تقول لي يا حمدي، طبعا هو حمدي قدامنا ويعني قدامك بعد اكيد، انت اكيد بعد المباراه طبعا باركت له، لكن عايزين نعرف برضو الاجواء ما بينكم قبل المباراه، كنت بتكلموا كان استعداده ازاي بعد المباراه؟ يعني احكي لنا برضو يا حمدي، وكنت بتتكلموا مع بعض ازاي؟ لا انا بصراحه على مستوى شخصي انا بحبه جدا يعني، وعلى طول هو بيكلمني وبيطمن عليا وعلى تواصل على طول، وكلمني بعد الماتش بارك لي، وكنا قاعدين بنهزر ونضحك مع بعض يعني على الماتش وكده يعني. طبعا حمدي بسم الله ما شاء الله من الناس اللي فرقوا امبارح والله العظيم. اكيد اكيد عشان احنا اصحاب او حاجه، لكن بجد كل الناس بتقول كده. الله اكبر يعني. حمدي امبارح كان من الناس اللي فارقين جدا وكانوا شايلين الحته اللي ورا، هو طبعا والفرقه كلها طبعا، بس حمدي من الناس المتميزه، هو وياسر ابراهيم وايمن اشرف. ايمن طبعا طبعا. واحنا دايما لما نتكلم حتى تحديدا عن حمدي دايما نقول من اللعيبه المقاتلين في الملعب الحقيقه. لكن عايز اسالك بقى عن فكره ان انت بامانه كده بجد يا محمد، كنت متوقع ان التاسعه السنه دي في الاهلي؟ السنه دي الصراحه كنت خايف. ايه؟ كنت خايف. كنت خايف قلقان. طبعا. كان ايه اكتر حاجه قلقاك؟ بصي، هو احنا انا واثق في التيم عندنا، بس احنا مرينا بظروف وتغيرات كتير قوي في فريق النادي الاهلي. لكن الزمالك مستقر كلاعيبه يعني، احنا حتى عندنا روتيشن اكتر من الزمالك. الزمالك مستقر كلاعيبه بقاله فتره، اللي بيتغير عندهم ممكن المدرب، بس هم خلاص اللعيبه حفظوا بعض يعني. المدرب اللي هيجي هيدوب وسطهم، عنده بقى تكتيكس، عنده الحاجات دي هيتعلموها طبعا منه الفريق وهيعيش معاهم. لكن احنا عندنا بسم الله ما شاء الله اللعيبه كلها كانت مصابه، وحد يرجع ماتش ويتصاب بعد كده، ربنا يقوم كل المصابين بالسلامه يا رب يا رب. ومصدقنا جالنا موسيماني برده، بدانا شويه نشم ريحه التكتكس يعني والحاجات دي في الملعب. فكنت قلقان. لا الزمالك كان متماسك جدا وعندهم يعني لعيبه حلوه بسم الله ما شاء الله قدام يعني. بس ده خلى الفرحه كمان جميله يا محمد يعني. انت احنا كلنا يعني انا 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 يعني بميل لجزء من اللي انت بتقوله، لان جماهير النادي الاهلي مش هوصلها درجه الخوف لكن لدرجه القلق يعني. كنا قلقانين. وخلينا نتكلم، القلق برضو جاي من ان المباراه تاريخيه، ان اول مباراه على المستوى الافريقي تبقى في مصر ما بين فرقتين من نفس البلد، ان المنافس بتاعك كمان نادي الزمالك، ان نادي الزمالك كسبان 3-1 في المباراه يعني. كل الاجواء ديت كانت بتدي نوع من انواع القلق شويه لجماهير النادي الاهلي، وجنب القلق ده كان عندنا ثقه في اللعيبه. والحمد لله النادي الزمالك عمل مباراه جيده على المستوى الفني، كلنا بنعترف بكده. النادي الاهلي اعتقد من المباريات القليله فنيا شويه خاصه في تاريخ موسيماني، لكن المباريات اللي زي ديت يعني النهائيات بتحسم، النهائيات بتكسب ولا تلعب يعني. فده كمان يعني يطمنك كمان ان النادي الاهلي في الاوقات الصعبه مهما احنا كنا قلقانين لكن بيفرحنا يعني. طبعا هي فكره برضه يا كابتن، طبعا الكلام اللي قلته صح جدا، بس فكره كمان ان فريق بيعرف ياخد بطوله يعني. الاهلي بيعرف ياخد يعني الحمد لله يعني. فدي الفكره، احنا بنعرف نلعب لعب نهائيات، بنعرف نلعب لعب بطولات، ده الحمد لله اتربينا عليه في الاهلي يعني. انا بتكلم كلاعب بقول اتربينا عليه، لا انا اتربيت عليه كمشجع يعني، ان الاهلي بيعرف يحسن. صحيح صحيح صحيح. وحمدي قال الجمله ديت، انك الفرق الكبيره حتى وانت مش في مستواك بتكسب يعني، ما بتخسرش يعني. دي جمله كمان بنسمعها واحنا لعيبه، المدربين كانوا بيقولوا لنا كده حمدي برضو، بيدونا الثقه. لو انت حاسس في الملعب انك لسه مش فايق، ممكن طبيعي ان الكوره مش تبقى ماشيه معاك. بالظبط يعني بالظبط. فدي نقطه تعرف تكسب يعني، تعرف تقف ازاي وتعرف تكسب يعني، ما تفتحش خطوطك
لا يعني الحمد لله، يعني احنا بنعرف نعمل كده يعني. ما عزمكش على حاجه طبعا. كنت لسه ده هو اللي عزمني بقى انا اللي لا هقوله من نفسي، كنت هقول كده. انت بقى ما وعدتوش مثلا يا حمدي بعد ما تكسب المباراه دي والله لعزمك عندي في اي مكان؟ في العربيه. في العربيه؟ عربيه ايه؟ دي التاسعه يا محمد. عربيه ايه؟ هتعزمه على ايه قدامنا دلوقتي؟ انا اللي عازم. اه طبعا، امال ايه ده؟ دي هديه تقدمها. انا اللي عازم. انا انت اللي تعزم؟ اه ان شاء الله. انت تكسب وتعزم ان شاء الله. لا هو اللي عليه يعزمك المره دي. ماشي، دي التاسعه يا محمد. لازم ادبسه هو بعد الكاس ان شاء الله. خلاص يبقى دي اللي هتعمل. يبقى حمدي هيعزمك المره دي، وان شاء الله بعد ما ناخد كاس مصر باذن الله، لانها كمان بطوله في الحسبان وانت عارفين. وهكلم حمدي في النقطه ديت، النادي الاهلي بيقفل على طول يعني، ما بنقدرش يعني تاخدنا الفرحه. اه بنفرح ونتبسط على المستوى الجماهير، لكن حمدي بدايه من النهارده كان عنده تمرين بكره، وعندنا مباريات كاس، وعندنا السوبر الافريقي، وعندنا يعني اجنده كمان كبيره جدا عشان البطولات تستمر يعني. فوعد خلاص من حمدي. انا ادي الكابتن حمدي عناية حبيبي والله. تسلم عينيك حبيبي. تسلم والله، ربنا يخليك. كفايه فرحونا الفرحه بتاعتك. اه والله. الحمد لله. مش مصدق. الحمد لله والله، الحمد لله يا رب يعني. فرحه طبيعيه. صح. كانت بقى لها كتير غايبه كمان. مش هلخبط في الكلام، ما تخافوش زي المره اللي فاتت. لا يعني احنا عايزين نفرح. بقى بالمره اللي فاتت احنا بقى اه يعني فرحانين، وان شاء الله الفرحه يعني ان شاء الله تستمر ان شاء الله باذن الله. وهارد لك طبعا للنادي الزمالك طبعا. أكيد. نادي كبير لعب مباراه طبعا من اهم مبارياته اكيد في تاريخه، واكيد كان حلمه انه يوصل للنهائي ويتوج بالبطوله، ولكن هي دي الكوره، مكسب وخسارة. عايز ارجع تاني برضو للمشوار الصعب ده والطويل. شكرا ليك يا محمد. شكرا محمد. اه سوري محمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا ليك يا محمد، دايما منورنا بصوته هو وبيومي فؤاد واحمد فهمي. المشوار كان صعب في البطولة، خاصة يمكن المباريات الأصعب، الهلال السوداني في السودان، جنوب أفريقيا، مؤازرة يعني لما تطلع من شخص بحجم وقيمة كابتن محمود الخطيب اكيد بتبقى مؤازره من نوع خاص. كلمني عن كلام كابتن محمود الخطيب، مؤازرته ليكوا مجلس الاداره كانت شكلها عامل ازاي؟ بصي، هو كابتن محمود الخطيب في يعني طبعه هو ما بيتكلمش معانا كتير يعني، هو لما بيجي يتكلم معانا بيتكلم معانا في مواقف مثلا قليله قوي، ان انتوا لا انتوا لعيبه كبيره، انتوا احسن لعيبه موجوده في مصر وافريقيا، لازم تثقوا في نفسكم اكتر من كده. بس يعني هو بيتكلم معانا في اوقات مش على طول بصراحه يعني، بس هو بصراحه على طول في ظهرنا يعني، حتى هو لو مش موجود لا على طول في ظهرنا يعني. بس هو المشوار كان صعب بصراحه من الاول. صحيح. فاحنا تعبنا يعني، تعبنا من اول ماتش في البطوله، عشان كده ربنا كرمنا في الاخر يعني. ايه بقى اهم صعوبات اللي واجهتكم من اول المشوار في البطوله لحد حسم اللقب امبارح؟ والله بص، الماتشات كلها صعبه يعني، انت من اول دوري المجموعات لا الماتشات كانت صعبه يعني. انت عندك لا الهلال في السودان كان ماتش صعب جدا. ماتش الترجي او كان صعب جدا، اللي هو الترجي او النجم الساحلي. النجم كان صعب جدا هناك يعني، احنا عملنا ماتش كبير بس كان مطرود مننا واحد. طيب. بس عملنا ماتش كبير وخسرنا. وطبعا ماتشين السان داونز دول اللي فرقوا معانا جدا يعني. بس دول اللي خلونا بصراحه يعني، خلونا خلاص يعني، احنا بتفكيرنا هنعدي صن داونز، احنا هناخد البطوله خلاص يعني. هنحسن. انا اعتقد كمان ماتشين الوداد بالمستوى اللي انتوا اديتوه كمان ادى ثقه للجماهير او طموح الجماهير ان البطوله دي هتبقى بتاعت النادي الاهلي. لان بصراحه يعني كمان انا كنت قلقان من قبل ماتش الوداد اللي هناك، لكن الاداء اللي اديتوه هناك والفوز الكبير، وكمان الفوز الكبير هنا في مصر، ادى انطباع ان احنا قريبين جدا 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 من التسعه يعني. فده انا في وجهه نظر الشخصيه. لكن انت الجزء اللي عايز اكلمك فيه اللي قلته يمكن لصديقك مع الفنان محمد، قفلتوا الصفحه يعني. ده بدايه كده اعتقد، يبقى فرحته امبارح والنهارده كان في احتفاليه، لكن استعدادات بقى ان شاء الله هتبقى ازاي، وبرنامج التدريب هيبقى ازاي، لغايه استعداد طبعا لمباراه نادي الاتحاد، وبعديها كمان التفكير اكيد في مباراه السوبر الافريقي. والله كابتن احنا اتمرنا النهارده يعني، كنا بنتكلم على ماتش الكاس يعني. فلا يعني انت عارف النادي الاهلي بيلعب على كل البطولات يعني، انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بي
ماشي، كان نفسهم برضو يعني بطولة أفريقيا، وإحنا كان نفسنا ده حلم كبير يعني. بس لا يعني هم برضو بعد ماتش الاتحاد، لما نوصل ماتش الاتحاد في الكاس، لا هيبقوا مطالبين إن إحنا نكسب، وإن شاء الله في النهائي ناخد البطولة يعني. بس فإحنا مركزين بصراحة يعني، إحنا خلاص إحنا من بكرة إن شاء الله خلاص مركزين في ماتش الكاس الجاي، إن إحنا نعدي الاتحاد إن شاء الله، وإن شاء الله ناخد البطولة يعني بإذن الله. بإذن الله. ويمكن من المتوقع برضو انها هتكون مباراة قمة ما بين الأهلي والزمالك يوم 5 ديسمبر. احنا كجماهير بنبقى مبسوطين بالمباريات ديت، وانتوا كمان كلاعيبة اعتقد مباراة كبيرة بالنسبة لكم يعني. بالظبط. كل التوفيق طبعا. عندكم دلوقتي نفس يعني خلاص الروح المعنوية يعني في أعلى درجاتها. أكيد طبعا. أكيد يعني البطولة امبارح لا يعني ادتنا حافز كبير يعني. فان شاء الله الكاس يبقى من صالحنا، وعندنا برضو يوم 10 بعدها بخمس ايام السوبر كمان، السوبر الافريقي. السوبر الافريقي. فالشهر ده كله يعني شهر بطولات برضو. شهر الحسم ده في 15 يوم يعني ثلاث بطولات ان شاء الله يعني يكونوا من صالحنا باذن الله. اكيد التركيز عالي. طبعا التركيز عالي. المباراه دي بالذات هي اللي ادت دوت يعني. انا دايما بتكلم ان المباراه دي هي اللي ادتك ان شاء الله ادفانتج ان انت تكون نص كابتن. هي عامله زي ماتش يعني، انا فاكر ماتش السوبر احنا والزمالك 3-2 في كان في برج العرب. ايوه. كنا احنا خسرنا افريقيا وخدنا كنا خدنا الدوري، كنا رجعنا كان فرق كبير ورجعنا خدنا الدوري. كان الموقف كان صعب جدا، وكان جهاز جديد برضو ستار فايلر، احنا عايزين نشكره طبعا عشان عمل مجهود كبير من اول الموسم. فاحنا كنا مركزين ان ماتش السوبر ده هو اللي وقفنا على رجلينا من اول ماتش في الدوري، عشان احنا خلصنا السوبر بعدها بيوم بدانا الدوري على طول. كسبنا السوبر عشان كده بدانا الدوري ما شاء الله، بقينا نكسب كل الماتشات وحسمنا الدوري، حسمنا الدوري من بدري يعني. فده الماتش يعني بطوله افريقيا كمان يعني، انت خدت بطوله افريقيا ساعات انطلاقه يعني. انت دايما بتبقى في نقطه او في مباراه معينه بتوصل لها وبتنجح فيها، بتبقى انطلاقه الانطلاقه بقى ان شاء الله باذن الله لفترات طويله من البطولات، نوع من انواع الثقه. خدت خلاص ثقه في نفسك والجماهير عندها ثقه فيك، وبتنزل بروح مختلفه. وبمناسبه الروح، وكانوا ماتشين الوداد كده، وكانوا ماتشين الوداد كده، لو كان النهائي اتلعب يوم 6 كان اكيد هتفرق بقى مع معنويات كل مرتفع. خلي بالك يا كابتن هاني يعني، انت حضرتك بتقول ماتش الوداد تقول خايف هناك. انا واحنا عموما احنا عموما والله بجد يا كابتن كانش عندنا شك ان احنا هنكسب هناك فعلا. والله بجد كانش عندنا شك. مثلا انا كنت متوقع 90% ان احنا هنكسب. جبت الثقه دي منين؟ والله ما لا يعني انتوا طبعا عشان بصراحه لا كان صعب يعني. خلينا نتكلم كان الماتش لا كان الماتش صعب، وكل الناس بتقول ان الماتش صعب، بس بصراحه يعني الجهاز الفني الجديد بصراحه واللي انا شفته مثلا في التمرين والماتشات لا يعني الدفسر. كان شكلنا كويس جدا يعني. بس حتى احنا كنا لاعبين ماتشات كويسه جدا قبل ما نسافر الوداد يعني. كنت تتمنى انه ما يتاجلش يوم 6 بقى، كان المفروض يتلعب يوم 6 نوفمبر. كلنا بس كنا عايزين 6 يعني. كلنا كنا عايزين الماتش 6. كلكم كنتوا عايزين يوم 6 فحموتها كده. كنت خلاص يعني وصلت لمرحله ان انت بس الحمد لله. الحمد لله 6 من 27 ما فرقتش. انا قلت النقطه ديت كانت هتفرق جدا يعني. الحمد لله ان احنا يعني طبعا جاهزيه كمان. بس انت بتحس وانت لعيب كره انك مش عايز تكسر الريتم، مش عايز تكسر نغمه الانتصارات يعني. وده مهم جدا، ولما تحس يا المباراه اتاجلت فهتكسر الحته ديت وترجع تاني من الاول، فده كان القلق. وانا قلته يعني الهوا بصراحه يعني. واحنا ربنا كرمنا برضو يعني، انت في تقريبا لعيبه الاهلي كلها لعبت في المنتخب. بالظبط يعني السوليه لعب الماتش الاولاني، وانا لعبت الماتش الثاني، وايمن لعب الماتش الثاني، وقفشه نفس الكلام. فالحمد لله ان احنا كلنا وهاني لعب الماتش الاولاني. ان انت لو كنت قعدت فتره ما بتلعبش برده كان الموضوع هيبقى صعب يعني. طبعا. احنا معانا دلوقتي صاحبك اللي بيبرق لما بيركز. ايمن اشرف، اهلا بيك يا ايمن، والف الف مبروك. اهلا وسهلا بك يا سهام، وطبعا بمسح على كابتن احمد رمضان. ايوه صوتك رايح. انا عارف صوتك رايح. انا عارف رايح ليه. اولا انا عارف الزعيق في الملعب عامل ازاي. سيبك من بعد الماتش كلنا صرخنا وزعقنا وفرحنا، لكن انا عارف ايمن سردباك، ولما يكون الامور مش ماشيه قوي انا عارف الصوت بيبقى عامل ازاي يعني. طبعا يا كابتن، طبعا بمثل على حمد فتحي من احسن لعيبه في مصر في مركز من الشخصيات المحترمه بره الملعب وجوه الملعب، لعيب راجل من اللعيبه الرجاله. طبعا يعني زي ما انت كنت بتقول كده يا كابتن هاني، ان احنا المدافعين ورا ده الامور ما كانتش ماشيه كويس قوي الشوط الاولاني، فطبعا لازم
تحاول تشجع زمايلك اللي قدام وتشجعهم وتتكلم بصوت عالي. وطبعا الفرحه اللي بعد الماتش بتبقى يعني بزياده شويه، يعني بطوله غاليه مش بزياده، تستحقها يا ايمن، مش بزياده، الصوت بيروح بس فلازم الصوت يروح وكل حاجه تروح الحمد لله. لا طبعا طبعا انتوا قبل الماتش بكتير قوي بوقت طويل قوي عاملين حساب الجمهور وعاملين حساب يمكن الناس بره في الشارع كانت بتهتف ازاي، اكيد ده كان واصل لكم. يمكن حتى امبارح كان في اعداد قليله قوي وانا وحمدي بنتكلم، فبقول له انت ايمن يا حمدي كنت سامع الناس اللي عماله بتشجعكم بالرغم من العدد كان فعلا قليل، بس قال لي كنت سامع، انا جسمي كان بتتكلم، انا جسمي كان بيقشعر. اتكلم على الاحساس ده قبل الماتش. انا كلنا اتمنى ان الجمهور يرجع يعني. قبل يعني من ساعه ما طلعت من الناشئين لعبت فريق اول في كل كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن فهد معوض وكل العظيم دوت اللي كان في النادي الاهلي. وبعد ما رجعت برضو شفت فترات الحزن على الجمهور بتبقى عامله ازاي وفترات الفرح بتبقى عامله ازاي، بالذات ان البطوله دي غايبه بقى لها 7 سنين عن الاهلي. طبعا الجمهور كان في اشد الاحتياج للبطوله ديت عشان يفرح، فالفرح بتاع الجمهور احنا كنا شايفينه من قبل الماتش ازاي هيفرح، ولا قدر الله لو حصل حاجه ازاي هيبقى حزين. فاحنا كان عندنا الهدف الاسمى بالنسبه لنا ان احنا نحقق البطوله دي للجمهور عشان نفرحهم يعني. مش متخيله او انت مش متخيله كابتن هاني يعني، وانا راجع في الاتوبيس بعد الماتش كميه الجمهور اللي واقفه في الشارع والناس الناس اللي في الشارع والناس اللي عندي حتى في البلد الاهليه، فكل دوت الناس فرحانه مبسوطه بالنادي الاهلي، فدي حاجه احنا انا عن نفسي فخور بيها يعني. اكيد يا ايمن، ولسه كنت بتكلم مع حمدي، هتكلم معاك في نقطتين بسرعه جدا. اولا هو قال لي انا عارف ومتاكد ان ايمن كان هيعمل ماتش عالمي، فبقول لي ليه؟ قال لي عشان كان بيبرق لي، فقلت له ماشي يعني، عايزين ايمن يبرق قبل كل ماتش ارجوك، فيعني ادينا تبرقتين ثلاثه كده قبل كل مباراه الله يخليك ايمن. لا يعني وانا لما بركز شويه مش ما بهزرش كتير، ما تلاقيني دايما. انا عارفك ايمن، انا عارف بتمسك السبحه، بيقول بتمسك السبحه بقى وتقعد يعني تعيش بقى كده. هم عاملين معاهده انا هو بيقول هو عامل معاك معاهده، نسمع المعاهده ايه يا حمد. لا انا عامل مع حمد معاهده كبيره. ايوه قول لي بقى ايه بنود المعاهده. بنود المعاهده سريعا قول لي. هو بيعمل لي قهوه كل يوم بصراحه واحنا في المعسكر. ماشي حلو، هو اللي بيعمل لك؟ اديني نمره واحد. مقابل ايه؟ مقابل حاجات كتيره هو عارفها. واحنا نحب نعرفها برضو. لا دي اسرار. ما انت داخل وانت امال قلت ليه؟ امال قلت يعني اسرار دوله دي. يعني عشان هو بيقول لك ليه؟ امال كشف عن المعاهده ليه يعني؟ ما هو اللي كشف عن المعاهده في حاجات تتقال في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. انا عارف يقول لي اتقال. نمره واحد القهوه، ايه تاني؟ لا هو بيعمل لي القهوه بيعملها نموذج يا كابتن يعني، هو جايب مكنه قهوه معاه. ايوه بيعملها نموذج، فلازم اروح انا قبل اي ماتش اروح عنده الاوضه يعمل لي القهوه ونطلع المحاضره مع بعض. فالقهوه دي بتبقى دايما كده طقوس يعني، دي خلاص بقى طقوس عندك. طقوس طقوس بيعملها حلو شكله. ايمن انت لو عايز المكنه اديها لك. بيعملها دبل حلو. بيقول لك لو عايز نفس الماشين او المكنه نفسها بتاعت القهوه يديها لك، بس ما اعتقدش انت لازم تروح عنده. لا 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 انا اجيب لك واحده ثانيه، انا اجيب لك واحده ثانيه. حبيبي مين اول واحد كلمك بعد ما الماتش خلص؟ اول حد كلمني كان اخويا. ايه؟ محمد اشرف اخويا. محمد اشرف كان هو يعني، انا محمد اخويا يعني فرحان يمكن اكتر مني. حبيبي في البلد شالوه في البلد، واكن انا اللي بيشيلوه في البلد عندنا، اكتر من 3000 واحد كان تحت البيت عندي طبعا فرحانين. ده غير اللي مش عارفين يوصلوا. انا بشكرهم جدا الناس. بشكرهم على الهواء، بشكر بلدي واهلي واصحابي اللي هم كانوا فرحانين وفخورين بيا يعني، انا فخور بيهم ان انا قدرت افرحهم. لا بس انت كمان يا ايمن تستاهل كل خير بصراحه، عملت مباراه اكتر من رائعه، وزي ما بتكلم هي مش المباراه عشان مباراه كبيره ومباراه بطوله فالناس شايفاها بشكل مباشر، لكن المشوار بنقيس، انا دايما بقيس مشوار اللاعب في البطوله. اعتقد انت من الناس اللي عملت مشوار طويل جدا ومشوار رائع في البطوله الافريقيه، فتستاهل طبعا كل خير. ومن الجزئيه دي سؤال اخير ليك،
التوتر اللي حصل او انتوا شايلين مش هقول الهم لكن شايلين ضغوط كتيره جدا ومسؤوليات كتيره جدا، ده اللي خلاكم يمكن في جزء من المباراه بدايه المباراه ما كانتش على المعهود بتاعنا ان احنا اللي بنبيلد اب من تحت واحنا اللي بنمسك والاستحواذ والقصه ديت، ممكن تكون ده هو السبب يمكن الغير فني شويه انه ظهرته بالشكل ده خلال الشوط الاولاني. والله يا كابتن يعني يمكن من الاسباب الرئيسيه فعلا زي ما انت بتقول، احنا جبنا جون اول خمس دقائق، ففي لعيبه او يعني كلنا لقينا على الجون وحسينا ان احنا في تراجع كده، لكن احنا مش الطبيعي ان المفروض نعمل كده يعني. صحيح. احنا الطبيعي ان احنا نلعب لعبنا 90 دقيقه، هو ده النادي الاهلي. صحيح. لكن وارد طبعا ضغط يعني مش ضغط الجماهير، عايزين نفرح الجمهور، بقاله البطوله غايبه بقالها كتير، فطبيعي يعني مش طبيعي، بس الامور كانت بالنسبه لنا كنا خايفين على الجون، فاللعيبه رجعت ورا شويه، اتضغطنا شويه الشوط الاولاني، لكن الحمد لله قدرنا نرجع بين الشوطين نتكلم مع بعض ونحفز بعض ان احنا لا يعني لازم نلعب لعبنا، وتقريبا الشوط الثاني يمكن افضل شويه افضل طبعا الاولاني. افضل كتير من الشوط الاولاني، قدرنا نوصل بكام كوره، وطبعا الكره بتاعت قفشه ديت الحمد لله نهت المباراه يعني. الحمد لله. أكيد. الحمد لله. لله. احنا بنشكرك جدا يا ايمن، انت برضو من اللعيبه المقاتله في الملعب، وواضح ده جدا ويعني بشده ما شاء الله. عمل اثنين تاكلينج، كنت هجيبك من اوضه اللبس وانا قاعد في التلفزيون بتفرج عليك، ما شاء الله يا ايمن. لا يعني يا كابتن انت اكيد ادرى مني يعني، التكلينج دي بتبقى على شعره. ايوه صح. الثانيه ممكن تعمل فاول، ممكن صح حد يروح على الجون يعدي منك، فبتبقى على شعره لو انت مش ضابطها بالوقت المناسب، لكن الحمد لله في توفيق كبير من عند ربنا طبعا. بشكر ربنا وبشكر اللعيبه الرجاله، روحنا كلنا كانت يعني، انا كنت حاسس ان احنا هنكسب، وكنا بنقول لبعض في الملعب ان احنا هنكسب، فالروح ديت هي اللي خلتنا نوصل فعلا ان احنا ناخد التاسعه. هي دي روح النادي الاهلي، ودايما دايما بالتوفيق ليك ايمن، وان شاء الله منتظرين بطولات اكتر واكتر باذن الله الفتره اللي جايه. يا رب. يلا شدوا حيلكم شدوا حيلكم، ربنا يخليك. جود لك يا ايمن، الف مبروك. عايز ارجع بقى لقصه الاشاعات اللي روضت النادي الاهلي طبعا في الفتره اللي فاتت، قصه بقى لعيبه مش هتشارك، اصل محمد الشناوي عنده كورونا، اصل مشككين حتى يعني في فكره فوز الاهلي على الزمالك لمجرد انه نادي الزمالك كسب الاهلي في الدوري. فكلمني انتوا بقى ايه الحديث اللي كان بيدور ما بينكم بقى كلعيبه في القصه دي بالذات، قصه الاشاعات والتشكيك؟ والله احنا كنا بنشوف كتير وبنسمع كتير، انا طلعت كان عندي كورونا، والشناوي طلع كان عنده كورونا، هم الناس كلها يعني كانت بتشوف او عموما بيشوفوا صور من المنتخب ان انا والشناوي كنا قريبين من مع بعض مع نني وكوكا شويه، فالحمد لله هم رجعوا بالسلامه يعني دلوقتي، فقالوا ان احنا عندنا كورونا يعني. بس فاحنا اتفاجئنا، احنا عملنا مسحه اللي احنا عملناها قبل بتاعه الكاف، فما كانتش لسه طلعت. اتفاجئنا كلنا ان احنا الشناوي عنده كورونا، والناس بتنزل ان حمدي عنده كورونا، الناس بقى اللي نزلت بقى مش بتنزل. نتيجه المسحه مش النتيجه بس، فالحمد لله في الاخر النتيجه طلعت. ايوه كنت بتقلقوا يا حمدي يعني وانتوا بتسمعوا كده في المعسكر؟ لا يا كابتن، اصل انت عارف ان كلام في كلام انت ما بتحطوش في دماغك وما بتفكرش فيه اصلا، انت مركز في حاجه واحده بس، الماتش. بصراحه يعني احنا كنا مركزين في حاجه واحده في المعسكر، الماتش. انا عن نفسي انا قبل الماتش ثلاث ايام قفلت كل حاجه، السوشيال ميديا. قفلت السوشيال ميديا، قفلتها انا قبل الماتش ثلاث ايام، قفلت كل حاجه صراحه. وكابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود معانا امبارح، وكان هو قال الكلام دوت ان هو كل اللعيبه، واللعيبه ما اعترضتش يعني، في كان قرار كده ان انتوا تقفلوا، وانت من نفسك ساعات اللعيب بيعمل حاجه من نفسه. لا يعني. انا من قبل ما يقولوا قبل كمان ما الكابتن سيد يعني انا قفلت كل حاجه بصراحه، قفلت السوشيال ميديا كلها، ما كنتش بدخل يعني على السوشيال ميديا. ليه بقى قررت كده يعني؟ قلت لنفسك ايه بقى؟ بس بص، الكلام بيبقى كتير شويه قبل الماتش، وممكن حد يشتتك، ممكن حد الكلام السلبي كتير ممكن يهمد، الكلام الايجابي كتير ممكن يغرك. بالظبط، ان هو يخليك تثق في نفسك اكتر. لا يعني انا بصراحه ما انا فضلت ان انا ما اشوفش اي حاجه، ان انا فكرت ان انا ادخل الماتش ان انا مركز في الماتش بس. فالوقت اللي انا كنت ببقى فاضي فيه بنقعد كلنا مع بعض،
افضل بس افضل كتير. بلعب على الموبايل بس قاعدين كلنا مع بعض. كلم اسرتك طبعا تطمن عليهم. يعني انا بقول لك اسرتي طبعا ربنا يخليهم ليا طبعا، يعني هم على طول على طول في ظهري. و دي قصه كبيره، استنى هنرجع لها بعد الفاصل. يعني ايه في ظهره بعد الفاصل البيت الكبير؟ اهلا بحضراتكم مره ثانيه، والنجم الكبير حمدي فتحي منورنا يا حمدي والف مبروك. وكنا بنتكلم بقى ان شاء الله على كمان الموتيفيشن وعن الحوافز اللي كانت قبل المباراه، خاصه كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه يمكن النادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر اللي يمكن اشترك في هذه البطوله اكتر، يعني اعتقد المره خمس مرات. فالمره السادسه بالنسبه لك تمثل ايه، وخاصه ان البايرن ميونخ بعت يمكن على تويتر امبارح بيبارك النادي الاهلي وبيقول لهم منتظرينكم في مونديال كاس العالم للانديه في قطر. احساسك ايه وانت هتلعب على مولر، وتفكر في الموضوع ده من دلوقتي ولا لما يجي وقته يعني؟ لا والله مش دلوقتي اكيد لما يجي وقته، بس احنا اكيد كلنا مبسوطين يعني ان احنا رحنا كاس العالم للانديه وهنلعب وهنقابل بايرن ميونخ ان شاء الله يعني. ان شاء الله. فان شاء الله لو قابلناه بنعمل ماتش كبير باذن الله يعني. احنا واثقين من كده يعني. متاكد؟ واثقين والله من كده ان شاء الله. مولر يا حمدي. تقلقش. طيب ان شاء الله نعمل ماتش كويس. بس فاحنا كلنا بصراحه مبسوطين عشان الجيل ده كله يعني، تقريبا ما فيش حد غير يعني سعد ورامي وكابتن وليد سليمان بالزبط. بس يعني بس ما فيش حد تاني راح كاس عالم انديه او خد بطوله افريقيا، ما فيش غير الثلاثه يعني. فاحنا كلنا عندنا حافز كبير يعني ان شاء الله يعني. طبعا يبقى هدف اكيد اكيد. ان شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكره بقى دعم الاسره، واكيد طبعا ليها دور كبير جدا في دعمك ومؤازرتك كمان. كلمني عن الدور ده وازاي احتفلتوا بعد الماتش، اكيد كان احتفال على الطريقه الخاصه يعني. هم اول ناس كلمتهم بصراحه، كلمتهم في ستايم وقعدت احتفلت معاهم يعني. هم كانوا كلهم بيحتفلوا وانا كنت بكلمهم بصراحه. فانا بصراحه عايز اشكرهم طبعا على الهوا، عشان هم اكتر ناس يعني واقفين في ظهري يعني. بصراحه وكان دعم ليا وانا من صغري يعني. بس ويعني واهلي اهل المنطقه كلهم بصراحه يعني، انا من بستان مركز دلنجات بصراحه يعني، كلهم بيحبوني جدا وبيدعوا لي على طول يعني. غير طبعا مراتي طبعا يعني. ربنا يخليها لي واهلها يعني. بس فكلهم بصراحه في ظهري على طول. انت كاتب كتاب بس لحد دلوقتي. امتى الفرح ان شاء الله؟ كنا مستنيين افريقيا بقى يجي وقت كده ان شاء الله. يعني ممكن أجل لسه بدري يعني. بعد ما اخلص بطولات هتزعل منك ايه؟ لا بالعكس عشانك. لا بس انت عارف يعني، انت غصب عنك ده شغلك. ولو بنتكلم على الشكل هي فاهمه كده ومقدره. اكيد بتقدر كده. هل احتفلت بيها على طريقه علي معلول في الملعب؟ فعلا يعني علي معلول شفناه في لقطه كانت ظريفه جدا في نص الملعب وهو فاتح تقريبا التليفون وبيكلم اسرته. عملت بعد كده؟ بعد ما كلمت اهلي كلمتها على طول بصراحه من الملعب. بص ما تزعليش مني، بتوش الخير عليك دلوقتي. بقت مش عايزه تزعل مني يعني. احنا طبعا لا علشان يعني اكيد. لا هي مقدره. احنا بنتكلم في يعني لو اتكلمنا بروفيشنال مع حتى بره ما ينفعش انه ما يقدرش. لازم ياخد الاول اذن النادي والنادي يديله اذن اذا كان يقدر يتجوز ولا لا. فالعمليه عمليه احترافيه مش اكتر. والله لسه كنت بتكلم معاها وهي مقدره كده يعني. انا قلت لها والله انا لسه، فهي بتقول لي يعني هي برضو مظلومه ان انا ممكن اقول لها الفرح بعد فتره قريبه. هي برضو عايزه وقت ان هي تجهز نفسها طبعا وحاجتها. فانا قلت لها لا يعني انا لحد دلوقتي مش عارف ظروفي، مش عارف ماتشات الدوري امتى، وعندي كاس عالم انديه، فمش عارف يعني. بس فقلت لها يعني انا مفهمها ان الجدول ينزل بالظبط. وهي شكلها عقله يعني واخده بالها يعني. بصراحه هي مقدره كده. ما بتزنش يعني. لا. طب الحمد لله. لا الضحكه دي فيها حاجه برضو وراها. لا هي مقدره والله. ان شاء الله نفرح بيكوا قريب يا رب، يكتب لك الخير يا رب. ان شاء الله. اتفضل. لا كنت عايز اساله كمان عن موسيمين بصفه خاصه بعد المباراه. شفنا الجهاز الفني قد ايه فرحان وتحس ان هم فعلا الناس حاسه ان هم بقى خلاص بقوا يعني خدوا الجنسيه المصريه خلاص، الباسبور بقى في جيبهم. في طريقه تعاملهم مع الناس، طريقه حتى افراحهم، شايف مش هتكلم على موسيمين، اتكلم على الجهاز المعامل ليه. وندي كابتن سامي قمصان حقه بصراحه طبعا. لان حتى موسيماني كان معايا امبارح بالليل نفى تماما الموضوع اللي كان بيتقال انه كابتن سامي زعلان، وقال من نفسه من غير ما اساله ان كان من اسباب نجاحه وجود سامي قمصان والكابتن سعد عبد الحفيظ النواحي ان هو
ساعدوا كتير جدا في المرحله الاولى. شايف دور الجهاز المعاول لموسيماني ازاي في الفتره اللي فاتت؟ بص يا كابتن، يعني هو بصراحه يعني ما شاء الله هو دماغه حلوه قوي، وعارف كل اللعيبه وعارف كل لعيبه في افريقيا عموما، وهو جاي مركز وعارف النادي الاهلي كويس بصراحه عارف النادي الاهلي كويس، وعلى طول بيتكلم معانا في ان احنا نخدم النادي الاهلي ازاي بصراحه. وموضوع كابتن سامي برضو، كابتن سامي لا يعني اكتر واحد قريب للعيبه، وهو الراجل يعني غير الناس اللي بتقول او حد قال حاجه، لا يعني كابتن سامي ان احنا شايفينه لا ان هو قريب من الراجل قوي يعني. بس حتى الجهاز اللي معاه يعني ما شاء الله يعني هو جهاز متكامل بصراحه. بتحس ان في تفاهم، وده مهم جدا. انت كلاعب لما بتلاقي المدير الفني وجهازه معاون في هارموني في مساعده كده، انت بترتاح يعني. في اجهزه فنيه بصراحه كنت لعيب وعارف ان بيحس فيه شويه يعني ما فيش تفاهم شويه، او في بيبقى في قلق شويه، فممكن يكون بيتاثر سلبيا. لكن يا الحمد لله انت كمان يعني انت بتاكد ان طبعا، واحنا شفنا الكلام ده من خلال لعبنا، من خلال الصوره اللي شفناها على التلفزيون وفرحتهم قد ايه بوجودهم حتى في مصر يعني. فاعتقد جهاز فني على اعلى مستوى، يا رب ان شاء الله يبقى كمان البطولات اللي جايه يثبت رجوله. لا ان شاء الله يعني هو بصراحه هو جاي مركز يعني ان هو يخلي النادي الاهلي في مكانه ثانيه، يرجع النادي الاهلي للفترات الكبيره اللي كان موجود فيها. وهو انت عارف يا كابتن اللعيبه كمان بتحب مدرب اللي هو بيلعب كوره، وان هو دماغه حلوه وبيفكر وعنده فكر. فبصراحه الراجل عنده ده يعني، وبتمنى له التوفيق. على الصعيد الشخصي او الانساني او التفاهم، ايه الفرق بين موسيماني وفايلر مع حمدي فتحي؟ ما انا ما اعرف. لا يعني هي بصراحه واحد، هو كلها مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر. كل واحد ليه فكره عموما. التفاهم ازاي؟ العامل النفسي دايما لما بنردد نقول العامل النفسي اهم حاجه، الاهم حتى من العامل البدني بكتير. فرق في ايه موسيماني؟ لان الكل ملاحظ ده، ايه اللي عمل موسيماني مع حمدي فتحي على المستوى النفسي والتفاهم والانسجام؟ قبل المستوى النفسي، عشان في مستوى نفسي تاني. مين؟ كابتن سامي؟ لا مش كابتن سامي، الكابتن الكبير التاني اللي منتظرك ان شاء الله عشان تتجوز يعني حرمك المصون معانا على التليفون. اسمها روان؟ روان. روان مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. اوعى تكوني زعلانه مني. لا لا ابدا والله. بنقول لك الف مبروك طبعا على الفوز الكبير، و يعني ما شاء الله معانا نجم النجوم حمدي موجود معانا، تحبي تقولي له ايه؟ بقول له الف مبروك، وهو يستاهل، وهو تعب بجد واشتغل نفسه كتير. وحمدي بجد والله مش عشان خاطر هو جوزي وكده، بس هو بجد مجتهد جدا، وبجد دايما بيدي كل وقته للشغل وللتمرين، ودايما ملتزم، فعشان كده ربنا كرمه. انتوا لسه كاتبين كتب كتاب قريب يا روان صح؟ عشان كده مش مستعجله على الفرح. لا لا عادي. اهم حاجه يكسب حبيبتي ويخلص بطولاته كلها، وبعد كده الجواز سهل. ده شيء ده كلام تليفون، ده كلام كده عشان احنا قاعدين في قاعده على يعني على الملأ، ولا بجد في كلام تاني بتقوله له بقى ان احنا بقى عايزين نخلص و لا انا مش مستعجله عادي، وبعدين احنا خلاص كاتبين الكتاب فبراحتنا يعني. حبيبتي لا مهم جدا، مهم جدا كمان يعني. انت اكيد متفهمه الكلام دوت، واكيد هو حمدي كمان من كتر حبه لشغله اكيد بيكلمك في النقط ديت، ان لعيب الكوره مش ملك نفسه بس، يعني ملك الجماهير اولا. وساعات الواحد لما بيكون في موقف احترافي، وخاصه ان هو بيلعب في كيان كبير زي النادي الاهلي، بيكون في تضحيات كتيره. يعني التضحيات ديت تاجيل جوازه شويه، او البعد، وما بتشوفوش بعض كتير، زياراته بتبقى قليله. بس كل دوت اعتقد كل ده بيبقى بيجي عند لحظه واحده، لحظه الفوز، ولحظه ان كل اهلك وكل اهله فخورين ان عندهم نجم كبير زي حمدي. ده اكيد يعني ده بيعوضك عن كل حاجه يعني. اكيد طبعا. وبعدين بصراحه انا يعني من معرفتي بحمدي وكده خلاص اتعودت على فكره الكوره، وان الكوره دي اهم حاجه في حياته اصلا، يعني انا بحسها مراته الاولانيه اصلا، فعشان كده متصالحه مع اي حاجه بتحصل، لان انا عارفه قد ايه هو بيحب شغله، واهم حاجه عنده شغله ونجاحه، فاكيد انا بدعمه، ويعني لازم اتحمل مع اي ظروف خاطر يعني اي ظروف طبعا. طب قال لك ايه بعد الفوز؟ يعني اول حاجه قالها لك ايه في التليفون، او انت قلت له ايه؟ طبعا باركت له وقلت له لا، غير ان انت تباركي له بقى ومبروك يا حمدي وانا
وش خير عليك يا حمدي وكده. ايه ايه بقى الكلام اللي دار يعني؟ قلت له اتجوز امتى بقى؟ يا لهوي. اه شفتي؟ عشان انا حسيت ان الكلام دوت انت ايه يعني بتقوليه بس كده في اللقاءات اكيد. انا بهزر معايا. هو كان دايما بيقول لي بس لا على فكره من ضحكته ما كنتيش بتهزري، من ضحكته ما كنتيش بتهزري. لا والله هو عارف انا بحب اهزر اصلا وانا اكيد يعني مش متضايقه خالص لان انا مقدره عندي صعب وعارفه ان دي مشكله جدا طبعا فلازم يركز يعني. قدر بس. طب قول حاجه. قدر بس. بتضحك بس طبعا لازم تقول لها حاجه اكيد. هي مقدره جدا يعني، مقدره ان انا طول الوقت ببقى مشغول وساعات حتى في المعسكرات خلي بالك ما بكلمهاش يعني، ما بتكلمش اصلا في الموبايل كتير. عموما يعني ممكن اكلمها مره في اليوم كده يعني. بتزعليش؟ ساعات بتتضايق بس طبيعي طبعا. بس هي عارفه ومقدره يعني، وبصراحه على طول في ظهري وبقول لها ربنا يخليكي ليا وان شاء الله يكون وشك حلو علينا على طول يعني. اكيد دايما أكيد. يا روان دايما يا حبيبتي، ونفرح بقى الفرحه الكبيره ان شاء الله قريب يا رب ان شاء الله. ميرسي حضرتك. روان شكرا جزيلا ومبروك وان شاء الله يعني نبارك لك كمان ان شاء الله على جوازك، بس نخلص البطولات اللي ورانا وبعدين حمدي يقول لك ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ان شاء الله كبير. شكرا جزيلا باذن الله. الاستقرار الاسري مهم يعني دايما بنتكلم ان اللعيب انت لعيب بروفيشنال ومحترف، ولكن دايما الاستقرار الاسري لما يكون عندك خاصة يعني انت مش هقول لك سن كبير لكن سن معقول، ده بيدفعك لقدام وبيبقى عندك استقرار وبيساعدك كمان في شغلك يعني. بالظبط يعني هو الاستقرار الاسري من فوق بصراحه، من الاب والام والاخوات يعني، بعد كده بيجي الجواز. فده بصراحه بيجي بيديك دافع اكبر وبيخليك ان انت تركز اكتر وان انت وراك حاجات بتبقى يعني حاجات اكتر، فلا بتبقى مركز ان انت عايز تنجح اكتر يعني. صح. فانا شايفه بصراحه استقرار يعني مهم جدا. مهم جدا. أكيد. ان شاء الله نتمنى لك استقرار على مستوى كمان الجواز وتبقى يا رب ان شاء الله قريب ما تقلقش باذن الله. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي، اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للارض نرحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير. الفقره دي مشرفنا عريس الاميره السمراء النهارده محمد مجدي قفشه، صاحب البصمه الاخيره وصاحب الفرحه الاخيره والقفشه اللي خطفت قلوب ممكن ناس تزعل الاهلاويه، وكانت لحظات الحقيقه جميله جدا، هي دي اللي خلت الجماهير تخرج للاحتفال معانا في الشوارع ببطوله كانت غايبه عن الاهلي 7 مواسم متتاليه، وفي الالفيه الجديده مش متعودين على غيابها لحد ما وصلنا للقب التاسع بهدف ولا اروع ولا اجمل بقدم النجم قفشه. ايه قفشه نورنا حبيبي يا كابتن، وحشني جدا والله. مبروك. ايه دي انت عارف بتاع زمان دي. ايه دي صحيح؟ لا ما شاء الله يعني الحمد لله. هنتكلم طبعا على دي لانك يعني لا ايه ده بقى لسه جاي لسه في الاول. لا منورني قفشه، الف مبروك يا حبيبي. كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين. بطوله غاليه جدا جدا جدا، بطوله تاريخيه، واكيد ده كان واصل لكم ان مباراه خاصه جدا على مستوى القاره الافريقيه، على مستوى حتى تنافس محلي مع نادي الزمالك، لكن كنتوا رجاله ويعني كنتوا يعني على وعدكم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان البطوله الافريقيه دي مش هتخرج من الجزيره. الحمد لله كابتن، يعني احنا كنا مركزين في الاسبوع اللي هو بتاع المعسكر واللعيبه كلها كانت رجاله، وكنا مركزين مش مفكرين ان احنا نبقى حلوين او وحشين، المهم ناخد البطوله. فالحمد لله قدرنا نعمل ده يعني. يعني الاسبوع بتاع المعسكر ده كان كله تركيز اللي احنا هنكسب، مش نبقى حلوين نبقى وحشين، المهم ان احنا ناخد البطوله. يعني والحمد لله نكسب ازاي ما نعرفش، المهم ان احنا نكسب بالظبط يعني. لان هي نتيجه في الاخر يعني انت ممكن تبقى كويس جدا وتخسر يبقى ما عملش حاجه، لكن العكس يبقى وحش وتكسب البطوله، فده اهم حاجه يعني. بعد الجون اللي جه في الدقيقه 85 وانت جريت علينا كده ورحت قالع التيشيرت شفتني وانا بعملك شاورت لك انا كان في ناس كتير قوي لابسين احمر بصراحه. بص الصوره ديت دي طبعا صوره الجول
انا لسه منزلها النهارده. هي الصوره دي خلاص هتفضل مدى الحياه كده يعني. دي عندك على الفيسبوك؟ طبعا. لا ما عنديش فيسبوك، على الانستجرام. على الانستجرام دي هتفضل طول العمر. لا طبعا كنت متوقع قفشه. كنت متوقع ان انت تعمل حاجه في اللحظات الاخيره بعد الشوطه اللي شوتها الفاول. حسيت ان انا هجيب جون. الفاول اللي جه جنب المقص ده شويه. لان انا يعني انا في الماتش ما كنتش موفق قوي يعني. في الماتش امبارح انا ما كنتش فت زي الماتشات اللي قبل كده. فالحمد لله لما شوت الكره دي يعني حسيت بعديها ان انا هجيب جون. الحمد لله. تقريبا الجون ده انا دي ثالث مره اجيب الجون ده، اللي هي الكره الثانيه. وما انا كنت لسه في المنتخب وفي ماتش على اللقطه ديت. وهرجع بيك لمباراه الوداد واللحظه اللي انت رحت فيها للمستر موسيماني. انا قلت على المستوى الشخصي يعني في تقديري دوت ان انتوا كنتوا متفقين على حاجه معينه، عمليه الضغط من قدام. طبعا. ان انت تضغط على سردباك واول ما تقطع الكوره يبقى في فينش على الجول. صح. وده يمكن ان انت اكدته كمان. فكان ده شكل مكرر يعني. هو كمان يا كابتن كان ممرنا على الحته دي اللي احنا نضغط والكلام ده. لكن هو قبل الماتش جابني واتكلم معايا انا والمترجم، قال لي هو اللعيب ده اصلا كان هيلعب ديفندر، كان هيلعب سته كابتن هاني. بالظبط. فاحنا اتفاجئنا اللي هو ايه مساك. فهو قال لي هو بطيء يعني، هو بيباص كويس لكن بطيء، فما تخلوش يباص من قدام، خليه يباص بايه بالعرض. العرض. فانا الملعب كان فيه ميه فبضغط عليه بريس، لقيت الكره اتزحلقت. فهي الحمد لله يعني، فده توفيق من عند ربنا. فروحت بقى انا وصديقك. انا ناديت عليه كام مره امبارح. عايزين نشكر انبي والله يا كابتن ان هو خلانا موجودين في المكان المحترم ده يعني. لا انت طبعا نشكركم. نشكر نادي انبي بصراحه يعني، عشان ليهم فضل كبير علينا يعني احنا الاثنين، وبتمنى لهم التوفيق يعني. لا طبعا نادي انبي كمان من الانديه كابتن. انا حضرتك كمان كنت معانا في انبي. حضرتك مرنتنا في انبي زانا. منظومه رائعه حتى على مستوى السكاوتنج، على مستوى الناشئين. طلعوا صلاح محسن وطلعوا نجوم كتير، رفعت وصالح وعبد الله وانا وحمدي ومؤمن ووليد كابتن سليمان. ناس كتير. كابتن برضو ان قفشه كان في بيراميدز، احنا كنا على طول يعني، انا قفشه صعب جدا كنا على تواصل على طول يعني. انا قلت له قفشه انت لو جيت عندنا تبقى في حته ثانيه، ان انت لا هتلعب كذا ماتش، هتاخد ثقه اكبر، وهتروح منتخب مصر، هتلعب في منتخب مصر. حتى كان لعب معايا كتير. انا وقفشه احنا وصلنا لمرحله في انبي، لا احنا كنا بنشوف بعض بظهر بعض يعني، كنا بنلعب جنب بعض. لا انا قصدي كان متنبئ لك. مش بس كان بيلعب معاك، كان شايف. انا وحمدي يعني كمان دايما على تواصل مع بعض. فحتى الفتره دي كنت بتمنى ان هو يبقى موجود. كنا على طول الفتره دي ان هو كان بيكلمني عشان ان هو جاي عندنا وكده. كنت بتمنى يعني، وحتى انا قلت له قفشه لا لو انت بتفكر تمشي من بيراميدز لازم تيجي النادي الاهلي يعني. هو بعد الفاول كم بس فقفشه من ساعه ما دخل النادي الاهلي بصراحه هو فارق معانا جدا. حتى في ماتشات ما بقاش موفق فيها بيجيب جوان. لا والله كابتن، كلها كابتن. هو عارف هو من غير اي حاجه، هو عارف طبعا. هو عارف انا يعني انا بحبه قد ايه جوه الملعب وبره الملعب. أكيد يعني أكيد. هو لعيب كبير وفارق معانا جدا. أكيد. في لحظه هو دلوقتي كان بيتكلم عنها حس فيها ان هو هيجيب جون دلوقتي، انت حسيت في قبل الماتش ما يبدا او اثناء المباراه حتى في الشوطين انه قفشه ممكن يعمل حاجه في الماتش ده؟ انا حسيت بس يعني قفشه كان برده كانش موفق قوي في الماتش. فقفشه اكتر واحد بيساعدنا احنا كدفندرات، انا والسوليه فعلى طول انا بتكلم معاه يعني. فانا يعني شويه كنت قلقان عشان هو مش موافق قوي يعني. هو قفشه في اوقات كان بيجيب اجوان، وهو نجم الماتش، بيعمل ماتشات جامده جدا وبيجيب اجوان. وفي اوقات برده كان بيعمل ماتشات جامده جدا يعني، ماتشات جامده جدا وما بيجيبش اجوان. فده بيبقى من التوفيق اللي هو بصراحه طول الموسم لا كان موفق يعني. في ماتشات كذا ماتش كان كويس جدا، كل الناس بتنتقده، اكتر واحد شاط في العارضه. فاخر ماتش الحمد لله ربنا كرم اللي هو بقى 12 كره في العارضه يعني، مش للدرجه 12 يعني. كره في العارضه، كل كره بيشوطها في العارضه. والله انت عديتهم طبعا. وبلينين مضيع بلينين في العارضه، ومثلا 10 انفرادات. لا انا كل الحاجات دي عامل فيديو ليا بتفرج عليه دايما. عامل فيديو اسمه العارضه. لا عامل فيديو للعارضه، عامل فيديو للانفرادات عشان اتعلم الحاجات دي. لازم ده فيديو العارضه يعني. والله ما انا لازم الحاجات دي. كابتن حضرتك لو تلاحظ الجون بتاع الوداد انفراد بالظبط، الجون بتاع المنتخب شبه انفراد برضه. انا رقصت واحد وحطيتها في بطن رجلي، فانا اتعلمت من الحاجات دي. فعشان كده بتفرج على الحاجات دي. بتراقب اخطاء. انا معايا وكيلي فهو بيجيب لي كل الكلام ده يعني. طب حلو انك بتتفرج على وبتصحح اخطائك. بس انا اعتقادي ما تبقاش اخطاء، انلك هي جزء كبير منها حظ انك بتشوط وبتيجي في العرض. لكن خلينا اتكلم، وعلاقتك بحمدي اكيد كمان في الملعب بيبقى علاقه خاصه. ويمكن انا عارف يعني، حمدي لسه بيحكي لي لما بيكون
وسط الملعب مرتاح يبقى اكيد قفشه كويس. ليه قفشه بيقف على كورته كويس، بيدي نفس شويه للناس. فعايز اعرف كنتوا انتوا الاثنين بالذات في بتقولوا ايه لبعض في الملعب في الاوقات اللي احنا ما كناش كويسين فيها؟ يعني كنت بتقولوا ايه لبعض؟ بتكلموا ازاي؟ بتحمسوا بعض ولا انتوا ساكنين في رهبه في قلق؟ لا لا كابتن، هو احنا دايما انا وحمدي، يعني انا وحمدي والسلاوي وديانج كمان، بس انا وحمدي بالاخص يعني مني من زمان بنلعب مع بعض. فدايما بتكلم معاه بقول له يا حمدي حاول على قد ما تقدر دايما تلعب للباص اللي هو في النص بتاع اللاعبين، اللي هو بين الديفندرين. انت لو لعبت لي الباص ده يا كابتن خلاص انا هلف اروح انا والهاف الشمال والهاف اليمين والفيرو بين 4 على 4، اللي هم الاثنين الباكات. فالباص ده بالنسبه لي بيسهل لنا حاجات كتير، غير لما انزل استلم وارقص واحد او اثنين، دي بتبقى المسافه طويله. فالباص بتاع حمدي ده يا كابتن لو عمله لي بيفتح اللي هو انت بتتكلم اللي انت ما بين خط الظهر وما خط النص بتاع الحته الفراغ دوت بالظبط، عشان ما تبقاش واحد في ظهرك فتقدر تتحرك بسهوله. يعني عكس لو انا مثلا بلعب قدام 6 استلمت فلازم الف تبقى الدنيا اصعب شويه. بس فالحمد لله حمدي والسلاية وديانج عندهم الميزه دي، فبيريحوني في دي اللي انا بنزلش كتير. انا دايما بستلم الف الاقي نفسي قريب من الجون اشوط اعمل اسيست على طول. بالظبط كده يا كابتن. بس وحمدي دايما بيتكلم معايا ان انا دايما اخد معاه الكره الثانيه هو السلاية، لان لازم اخد الكره الثانيه عشان لو هم خدوها بتبقى صعب علينا احنا. اللي انا دايما واحنا بندافع امسك بس الديفندر الثالث، يعني هو والسلاية مع واحد او هو وديانج او ديانج والسلاية مع واحد، انا دايما اخد اللعيب الزياده اللي هو ثابت يلعب بالعرض، بس اهم حاجه ما يلعبش الكوره اللي هي الايه اللي قدام دي، فدي اللي بتبقى صعبه يعني. كلام كتير عن اجواء وتفاصيل المباراه ما قبل وبعد، لكن طبعا كابتن حمدي مشرفنا من بدري جدا في البيت، كنا مستنيينك يعني فمشرفنا من بدري، واحنا حابين ان احنا نشكرك جدا والف الف مبروك، وتستاهلوا اكتر من كده كمان ومستنيينكم. انا بشكركم طبعا ومبسوط ان انا كنت موجود معاكم النهارده، ومبروك لنا كلنا وجمهور النادي الاهلي يعني. واسيبكم بقى مع التوفيق. نورتنا نورتنا يا كابتن، والتوفيق ان شاء الله تكون حلقه جميله. خليك استنى نطلع فاصل. بص الصوره ديت، دي الصوره طبعا دي قفشه وكابتن خطيب وكابتن محمود الخطيب حمدي، ده حمدي فتحي. وتلاحظ ان يعني من كتر سعاده الكابتن محمود كان تحس ان عينيه كمان دمعت يعني. طبعا فاللحظه انت بالنسبه لك حمدي وانت بتحضن اسطوره كبيره زي الكابتن خطيب، وحاسس بالضغوط الكبيره اللي كانت علينا كلنا بصراحه وعلى مجلس اداره واللعيبه ان احنا نفوز بهذه البطوله، يعني اللقطه دي بتعبر لك عن ايه؟ والله يا كابتن بص، كابتن محمود الخطيب ما بيقف معانا، بس احنا بنحس احساس لا يعني احنا ما عملناش حاجه. كابتن محمود الخطيب يعني صحيح احنا عملنا ايه اصلا في الكوره؟ فاحنا بصراحه يعني هو لما بيتكلم معانا بيتكلم على طول معانا بايجابيه، وان هو بيتكلم معانا لا انتوا لعيبه كبيره وان انتوا لازم تحققوا تعملوا اسم لنفسكم، وان انتوا وراكم ناس كتير، يعني جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير يعني. بس وده حصل وبيحصل وهيحصل وحصل النهارده كمان في الكلمه اللي قالها خاصه كابتن خطيب دايما، ودي كلمه مهمه جدا، يعني النادي الاهلي هو اللي بيصنع. هو بيصنع يعني اي حد. كابتن خطيب بيقول اي حد ليه اسم دلوقتي من اجيال كتيره جدا الاهل. انا ليا اسم عشان انا كنت ابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي. فدي كمان يعني كانت رساله قويه جدا بتعرفك قيمه النادي الاهلي بشكل كبير، وانتوا حسيتوها اكيد اول ما جيتوا يعني. صح دي حقيقه كابتن، دي حقيقه يعني. انت حضرتك عارف الماتش في النادي الاهلي ب 100 ماتش بره يعني. صحيح صحيح، ان شاء الله بالتوفيق يا حمدي. نشكرك شكرا جزيلا، ومستني بقى بعد كاس مصر ان شاء الله تجيب لنا كاس مصر معاك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب هنطلع فاصل، بنودع بيه كابتن حمدي فتحي، ونستقبل مره ثانيه كابتن قفشه بيت الكبير.